تجاوزت خبرة صحفي عدلان ملاح مدير موقع دزاير براس العقد من الزمن، بدأها في سن يافعة. بدأ عدلان ملاح المعروف باسم عدلان مشواره الصحفي سنة 2009 من جريدة الشباك قبل تحصله على شهادة ليسانس في العلوم السياسية سنة 2011، وفضل عدلان مغادرة جريدة الشباك سنة 2012 وخوض مغامرة التأسيس والإشراف على تحرير جريدة المقام عام 2012 قبل أن يقتحم مجال السمع البصري من بوابة قناة نوميديا نيوز بين 2013 و 2014 كصحفي ومعد برامج في عهد المرحوم سامي الرياض. واستمر صعود نجم عدلان ملاح كصحفي ومسير ليترأس في الفترة ما بين 2014 و 2016 الإدارة التنفيذية لقناة بور تي في، محققا طفرة لا نظير لها جعلت القناة تتموقع بقوة في المجال السمعي البصري الجزائري، ليخطو بعدها الصحفي عدلان ملاح خطوة أخرى نحو الأمام منتقلا لأكبر مجمع إعلامي في الجزائر ألا وهو مجمع شروق، أين نال عدلان في وقت قياسي ثقة مديره العام الأستاذ علي فضيل الذي عينه كمستشار إعلامي للمجمع سنة 2017. ولأن الصحفي عدلان ملاح يعشق التحديات استقال من مجمع شروق مفضلا أن يخوض تحدي جديد بتأسيس وإدارة جريدتين إلكترونيتين وهما ألجيريا ديركت الناطق بالفرنسية ودزاير براس الناطق بالعربية. ولا يزال عدلان ملاح لحد يومنا هذا مسيرا لموقع دزاير براس. عدلان ملاح تجاوز دور الصحفي لدور المكون ليكون له الفضل في إطلاق المسيرة الصحفية لعدد معتبر ممن يعدون اليوم من ألمع الوجوه الإعلامية والصحفية. يشار إلى أن عدلان ملاح يحمل شهادة ليسانس في العلوم السياسية من جامعة الجزائر منذ سنة 2011 وواصل دراسته الجامعية حتى مستوى 2 ماستر، واختار تخصص الصحافة الاستقصائية التي تعد أخطر فرع في الصحافة العالمية. لا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو والاشتراك معنا في القناة لتصلك الفيديوهات القادمة بإذن الله.